أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الخلاصة. يوم 5 نوفمبر القادم هيكون يوم مهم جدا في السياسة العالمية وفي تاريخ السياسة العالمية، لأن ده اليوم اللي هتجرى فيه الانتخابات الأمريكية، يعني بعد 16 أسبوع تقريبا من النهاردة. لكن رغم أنه لسه فاضل 16 أسبوع، إلا أن وتيرة الأحداث في الانتخابات الأمريكية متسارعة جدا، وتقدر تقول أن هي بدأت تاخد منحنيات دراماتيكية، والدراما أصبحت جزء رئيسي من هذه الانتخابات. بنقول كده طبعا خاصة بعد نجاة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محاولة اغتيال، وصورة أيقونية حصل عليها والبعض بيعتبرها أنها قد تكون الرصاصة اللي بتفتح له الطريق أمام دورة ثانية ورئاسة ثانية في البيت الأبيض. مش بس كده، ده احنا شفنا نزاع قانوني ربما هو الأعقد والأطول في تاريخ النزاعات الأمريكية، أو تاريخ النزاعات ما بين الحزب الجمهوري والديمقراطي ممثلا في مرشحيه. ليه؟ لأن كلا المرشحين واحد عنده سلسلة كتيرة من الملاحقات القضائية، دونالد ترامب تجاوز معظمها، بعضها كانت في بعض الولايات المهمة زي نيويورك، وإن كانت مش محاكم فيدرالية، وبالتالي قدر يتجاوز عدد كبير من هذه المحاكمات أو يعني يلتف حولها أو ما إلى ذلك. كمان بايدن كان عنده سلسلة كتيرة من الاتهامات بالفساد، وأيضا حوطت أسرته عدد من الاتهامات في صدرتها هانتر اللي أدين بالفعل، هانتر ده ابنه اللي أدين بالفعل في بعض القضايا. مش بس كده الحقيقة، لكن احنا بعد تقريبا أقل من 48 ساعة من إعلان الحزب الجمهوري رسميا في تجمع الانتخابي بتاعه في ميلواكي عن ترشيح ترامب أو اختيار ترامب مرشحا للحزب الجمهوري، وإن كان ده كان معروف سلفا لأن كلا المرشحين خضاء أولى المناظرات الأمريكية اللي تقريبا وصفت بأنها كانت كارثية فيما يتعلق بأداء الرئيس بايدن، وده أدى إلى أنه الجميع تقريبا أجمع أنه أداءه كان كارثي، ووضعت في الصورة مرة أخرى صحته العقلية والذهنية أمام تساؤلات كثيرة. لكنها في النهاية ولو نظرنا بالأمور يعني بشكل واقعي فأنها حرب انتخابية ما بين عجوزين، والبعض بيرى أنه الانتخابات الأمريكية منحصرة المرة دي أمام اختيارين صعبين، أو أنه أمريكا تقدر تقول محشورة ما بين أول مرة اختيارين كلاهما قد يكون مر بالنسبة للأمريكان. تعالوا نشوف مع حضراتكم الأول، بما أنه عملية الاغتيال الفاشلة اللي تعرض عليها ترامب هتكون نقطة محورية زي ما بيجمع معظم الخبراء في مسيرة الانتخابات الأمريكية، وربما تكون هي الرصاصة التي فتحت أمام ترامب العودة مرة أخرى للبيت الأبيض. تعالوا نشوف أبرز محاولات الاغتيال الفاشلة التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية، ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
طيب احنا تعودنا دايما انه الانتخابات الامريكية بيشوف فيها الطرفين الاقوى، لانه بيبقى صراع اساسي ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وخلاص كلا الحزبين اختار بشكل رسمي مرشحه في هذه الانتخابات، رغم جدل في كلا الحزبين. بالمناسبة يعني حزب الجمهوري كان في جدل حول ترشيح ترامب، وبسبب الملاحقات القضائية، بسبب العنف السياسي، بسبب أحداث الكابيتول، بسبب حاجات كتير قوي. وبايدن نفس القصة، كان في جدل في ترشيحه بسبب حالته الصحية، وكمان القضايا اللي بتحاوط العائلة وسنه إلى ذلك. لكن خلاص كده الحزبين اختار مرشحه، ودي بتبقى دائما التركيز الأكبر والأقوى بيبقى على كلا المرشحين الجمهوري والديمقراطي، لكن أحيانا كمان ممكن ينضم بعض المرشحين المستقلين، ممكن ما يبقاش ليهم تأثير أو وزن كبير طبعا، لأنه كلا الحزبين الديمقراطي والأمريكي الفيل والحمار، هما كده رموزهم الفيل والحمار، بيندفعوا بقوة وراء أحزابهم والتمويل وما إلى ذلك. وطبعا والتمويل قضية رئيسية بتحسم الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. فتعالوا نشوف معاكم برضو بعض الصور الطريفة في تاريخ الانتخابات الأمريكية، لأنه بعض الصور بتبقى محطات فارقة أو لحظات مضحكة. تعالوا نشوف مع حضراتكم.
الحقيقة الانتخابات الأمريكية المرة دي مكتملة الأركان، فيها كل شيء، فيها أزمات التمويل، وفيها كمان أزمات الصحية والعقلية، وفيها كمان محاولات الاغتيال، وفيها كمان قضايا كتير داخلية بيهتم بيها المواطن الأمريكي وملحة، منها التضخم والاقتصاد، وقضايا كمان دي علاقة بالإجهاض والمثلية الجنسية وحاجات كتير جدا، وفيها كمان المتعلق بالسياسة الخارجية واللي بيأثر علينا كلنا، فيها الحرب الروسية الأوكرانية، وفيها تايوان والصين، وفيها حرب غزة، وده سؤال مهم ورئيسي عندنا في الانتخابات المرة دي. بالتأكيد هي الانتخابات الأهم والأكثر تأثيرا في العالم، والتي يتابعها دائما العالم كله بمنتهى الترقب لمعرفة كيف ستكون تأثير السياسة الأمريكية على العالم بعد الانتخابات المقبلة. بعد الفاصل هنفتح معاكم كواليس هذه الانتخابات اللي أصبحت في منعطف حساس ودراماتيكي، ولسه يمكن فاضل عليها كمان شهور قليلة لكنها بدأت ساخنة جدا جدا. بعد الفاصل نواصل. نوفمبر اللي جاي العالم كله مترقب الانتخابات الأمريكية، وهل الرئيس الحالي جو بايدن هيفوز بولاية جديدة، ولا الرئيس السابق دونالد ترامب هيرجع مرة تانية للحكم؟ عدد كبير من الخبراء والمحللين السياسيين شايفوا ان صراع الانتخابات الأمريكية بدأ مبكرا جدا، قبل 16 أسبوع تقريبا من الانتخابات، بعد نجاة ترامب من محاولة اغتيال من كام يوم، واعتبروا كمان إن نجاته دي بتديله الانتخابات على طبق من ذهب. لكن على النقيض تماماً، محللين وخبراء تانيين شايفين إن الانتخابات بيفوز بيها بالصناديق وبآراء الناخبين، مش بعمليات الاغتيال والرصاص، بجانب كمان الأسماء اللي نزل الانتخابات كمستقلين واللي متوقع إنهم يحصلوا على أصوات داعمة. بس هل الأصوات دي هتكون في صالح ترامب ولا بايدن؟ ملفات كتيرة وترقب عالمي وآراء مختلفة من مختلف المرشحين. فترامب انتقد بحدة المهاجرين ووصفهم بشكل قاسي، وواخد الملف ده عشان يكون بوابته الأولى في الانتخابات. وبايدن مساند بقوة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وملف حرب غزة، وملف الاقتصاد هو الملف الرئيسي بعد وصول التضخم لأرقام قياسية. فهل الملفات الكبيرة هتكون هي حجر الأساس في الانتخابات الأمريكية واختيار الناخب الأمريكي؟ كلام كتير يعني. خلونا نرحب طبعا أولا بالدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية،
وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. طبعا خلينا أقول لكم كمان بعض الأسئلة. بنرحب بيك يا دكتورة، نورتينا وأهلا بيك في الخلاصة. وحديث النهاردة هيكون فيه جوانب كتيرة، لكن تعالوا نقول لكم بعض الأسئلة الرئيسية كده اللي الناس بتسألها ونحاول نجاوب عليها في حلقتنا النهاردة. هل محاولة اغتيال ترامب تعتبر رصاصة في قلب الانتخابات الأمريكية ولا بتفتح الطريق لأمام البيت الأبيض؟ وهل تم حسم الصراع بالفعل بعد محاولة اغتيال دونالد ترامب؟ طيب تأثير كلا المرشحين إيه على الحرب الأوكرانية؟ وهل ستؤثر حرب غزة على اختيارات الناخب الأمريكي؟ كلها أسئلة منطقية بتأتي في ذهن طبعا المتابع. هل نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة سيتم إعادة تشكيل أو ستضيف شيء في الحالة الجيوسياسية في العالم؟ وهل لإسرائيل أو قوى عظمى أخرى تأثير في اختيار الرئيس الفائز؟ هل حقا صوت الناخب الأمريكي هو العامل الوحيد في حسم هذه الانتخابات؟ كلها أسئلة مشروعة وتأتي منطقية في ذهن أي متابع للانتخابات الأمريكية. هنحاول نجاوب على هذه الأسئلة. ومرة تانية بنرحب بالدكتورة نوها. أهلا بك يا دكتورة منورة. أهلا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام، سعيد أن يكون معاك. أنا كمان سعيد بوجود حضرتك معنا. وأبدأ معاكي، يعني الأول كنا بنسأل هو ليه الانتخابات الأمريكية رايحة في شكل اختيارين كلاهما مر زي ما بيقول ناس كتير، لان كل الطرفين كان عندهم سجل من المراهقات القضائية، الاتنين يعتبروا من العجائز. فكانت الناس بتسأل ليه الولايات المتحدة الامريكية انحصرت في المسارين دول؟ هي السياسة الامريكية حيويتها توقفت عن افراز اختيارات ربما تكون اكثر منطقية وعقلانية من كده؟ أتفق معك، ده واحد من التحليلات الحقيقة، إنه العملية السياسية وإخراج كوادر سياسية ليست في أفضل حالتها في الولايات المتحدة الأمريكية. كمان أيضا هناك إحجام يمكن من قبل البعض على أن يقوم بهذا الدور في وقت صعب، يعني وقت الداخل الأمريكي صعب وعالميا الوضع صعب. فأعتقد أن دول السببين الرئيسيين. ده يعني كنا بنشوف كوادر أقوى قبل كده من الحزب الديمقراطي ومن الحزب الجمهوري. يمكن الحزب الجمهوري بيعتمد على شعبية ترامب، يعني هو داخل السباق ولا يهم بعتذر. هو داخل السباق شديد شوية عندنا. هو داخل السباق بحصان يمكن ضمنه، رغم انه احنا بنقول ان ترامب مش الشخصية المعتادة، لكن اللي هو هو يعني اثبت في الانتخابات قبل هذه. وايضا لما حصل اعلان انتخاب بايدن شفنا ان هناك من ذهب الى حد العنف حتى يدافع عن وجود ترامب. فالاستقطاب موجود في المجتمع الامريكي بشده الحقيقه، ودي أسوأ يعني دايما بنتكلم على امريكا على انها البوتقه اللي بتقبل الجميع وبيحصل ادماج للجميع. كل دوت الحقيقه في اختلال، ومن ضمن منظومه الاختلال هم المرشحين الاثنين. طيب ده ياخدنا بقى للتغير الدراماتيك اللي حصل محاوله اغتيال ترامب. هل بالفعل المحاولة دي هتقلب بالموازين؟ يعني كان في الأول فيها هنشوف لسه الناخب والاتنين عليهم مشاكل والاتنين عليهم كلام، فهيبقى العملية الحسم صعبة. لكن دلوقتي البعض بيقول انه محاولة اختيار ترامب حسمت الطريق وفتحت الرصاصة دي الطريق لترامب أمام البيت الأبيض. هل بتتفق في الرواية دي؟ أو خلينا نشوفها على مرحلتين. المرحلة الأولى الدعم لحملته الانتخابية. طبعا ترامب هيزداد الدعم لحملته الانتخابية من قبل من يؤيدونه، لأنهم شافوه أنه هو في وضع الحقيقة يعني بمحاولة قتل عليه. ده هيخلي مزيد من الدعم المالي والدعم السياسي، فده هيدعم حملته الانتخابية. كمان هو ترامب لما اتضرب رد فعله الثابت الحقيقة
ثم قدرته على الذهاب إلى الطائرة، ده وجه معاكس تماما للمظهر بتاع بايدن اللي هو الضعيف المشتت ذهنيا. فهنا ده اللي بيكعبل دايما هو طلع الطيارة نزل الطيارة، هنا واقف احنا قدامنا واحد اتضرب بالنار وقام وعرف يتصرف وخد صورة أيقونية وهو عمل بالقبضته وكده. لكن خلينا نقول برضه هو قال ايه، قال سنقاتل سنقاتل سنقاتل، وده بيوري توجه الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. ما قالش مثلا ايه انها حادثة ولكن نحن شعب واحد فردية، لا هو برضو عنده حتة القتال والعنف وكده. يمكن ده هل ده ناشئ من فكرة انه ملاحق دائما سواء قضائيا او حتى دلوقتي جسديا كمان؟ شوف حركة، هو مش شخصية النمطية، وعشان كده حتى لو ما نيجي نتكلم في الأزمات العالمية إن كان هيحلها بأسلوب غير نمطي، وإحنا شفنا دوت وجربنا معاه في الفترة اللي رأس فيها، هو كل حلوله كانت كل علاقاته كانت غير نمطية، ومع ذلك هو أدى إلى تحسن الاقتصاد الأمريكي اللي هو بيهم المواطن الأمريكي. هو أصلا شخصية غير نمطية، هو شخصية مختلفة طبعا طبعا. فيبقى قلنا على التمويل والمساندة لحملته، قلنا انه ظهر الشكل العكسي. نقول الثالثة وهي انه دايما في الانتخابات في ديمقراطيين بيروحوا ينتخبوا وفي جمهوريين وفي متأرجحين، هنا هتزيد نسبة المتأرجحين عند ترامب اكتر، بالاضافة انه الجمهوريين في منهم عند ترامب اكتر والجمهوريين في منهم ما هوش اسعد حالا بترشيح الحزب الجمهوري لترامب اعتقد، لكن الجميع الجمهوريين سيصطفوا وينتخبوا ترامب بعد اللي حصل دوت. فده بيعزز الحقيقه من فرص ترامب من وجهه نظري في الانتخابات. ترامب نفسه سيقاتل، هو يريدها وايضا تحميه من الملاحقات القضائيه لمده 4 سنوات، فبتصب في مصلحته تماما يعني. في نقطة دايما كان الحديث فيها وبيزداد الحديث فيها خاصة كمان ان المجتمع الامريكي جان سوسايتي يعني بالاساس، فكرة العنف السياسي سواء حادثة الكابيتول او اللي بتعرض ليه كمان ترامب، هل في حالة الاستخدام دي يعني بدأنا نشوف فيها عنف متزايد في الانتخابات الأمريكية أو في الصراع، هل تعتقدي أن الحالة دي هتؤثر على شكل وطبيعة الانتخابات؟ مرة سألت واحدة صاحبتي من الكونغرس الأمريكي أو صديقها يعني، قلت لها قبل ما يكسب ترامب قلت لها ليه التخوف، هي ديمقراطية، ليه التخوف من ترامب؟ قالت لي أنا مش متخوفة من ترامب قد ما أنا متخوفة من ما بعد ترامب. ترامب والله إحنا عندنا نظام التوازنات، وبالتالي دايما الكونغرس ممكن يحجمه وممكن يشوف ازاي نحجمه، لكن الحقيقه انا خايفه من حاله الاستقطاب من لغه الخطاب السياسي التي يتحدث بها ترامب. ترامب بيعمل استقطاب داخل امريكا وخارج امريكا، يعني هو حتى مع اوروبا في تعامله ما هوش تعامل المعتاد في السياسه الخارجيه الامريكيه، حتى مع العالم هو يقول دائما نحن الافضل، نحن امريكا هي الاولى. ده بيعجب شخصيه الكاوبوي الامريكيه، حته الكاوبوي اللي عند الامريكان، لكن الحقيقه هو برضه بيفصل بين نحن وهم، في حين انه المطلوب ان نعيش في العالم كلنا جميعا نبحث عن رخاء العالم وعن التنميه المستدامه. طيب هسال حضرتك برضو عن ايه الملفات الحاسمه في الانتخابات الامريكيه سواء على الصعيد الداخلي او على الصعيد الخارجي، وفي تحديات كبيره في الداخل الامريكي لا سيما الاقتصاد، وكمان الوضع الجيوبوليتكس عامه في العالم بيتغير كله، ف الناس بتشوف انه الدورة الرئاسية القادمة مهمة جدا في تأثيرها على العالم. لكن هنشوف دلوقتي يمكن معلومات كده بسيطة وتسيب برضو المشاهد عن المرشحين في سباق الرئاسة الامريكية. الناس بتعتقد هو مقتصرين على المرشح الديمقراطي والجمهور، لكن ايضا في مرشحين اخرين صحيح ما بياخدوش نفس الزخم او ترشيح الحزبين الكبار، لكن احيانا ممكن تكون بالذات في الانتخابات المستقطبة بزيادة زي اللي احنا بنشوفها ممكن يكون ليهم تأثير في دعم كلا المرشحين في السباق. نشوف بعض المعلومات برضو هتفيدنا.
طيب دي بعض الأسماء، هل الأسماء الأخرى دي قبل ما نيجي للملفات بيبقى ليها دور واهميه في سباق الانتخابات؟ ليها دور واهميه في ايه؟ بنشوف ان كل من المرشحين الرئيسيين بيحاولوا يستقطبوا عشان يحصلوا على الاصوات التي حصلوا عليها هؤلاء. فبالتالي يعني دايما بيبقى في موائمات. الحقيقه ترامب اوريدي ابتدى يعمل دوت من اجل دعم موقفه اكثر. هو كمان اختار فانس ده النائب الرئيس، اختار فانس عنده 39 سنة برضه. بس الحقيقة فانس بيتفق معاه اقتصاديا جدا. كان كاتب من سنة كتاب مشهور اظن حين تترك الشركات المدينة حاجة كده اسمه، على لما الشركات او المصانع تترك المدينة وتبتدي بدل ما تصنع امريكاني وتشغل عمالة امريكاني تصنع في الدول شرق اسيا وغيره. واحنا عارفين انه ترامب توجهه حمائي بالزبط. فهنا من هنا هم بيتفقوا، رغم انه مش كتير من الناس متفقة على انه فانس هو الافضل لدعم حملة ترامب. يعني مش هو الاسم، لانه جزء من الـ من الـ من الـ اختيار النائب الرئيس بيبقى انه اسم يساعد في سبق الانتخابات. فمش كل الناس متفقة انه فانس هيجيب له ناخبين اضافيين، لكن اعتقد انه الاسباب اقتصادية بحتة. طيب الملفات المهمة اللي حضرتك تريها حاسمة في الانتخابات القادمة. طيب حضرتك وانت بتذكر امثلة قبل سؤال فانس قلت اسئلة تخص الشأن الداخلي الامريكي واسئلة تخص الوضع الدولي. خلينا نتفق انه المواطن الامريكي ما بينتخبش عشان الوضع الدولي الا في حاله او حالتين. حاله اولانيه ان يكون في جنود بره ويكون مثلا في ماساه بيرجعوا في توابيت او كده. الحاله الثانيه في الشان الخارجي هو الضغط من اللوبي الصهيوني واللوبي الاسرائيلي. أو رجال المال، كل دول رجال الأعمال، كل دول من إسرائيل بيبقى ليهم دور في الضغط. فطبعا مين هيخدم مصالحهم أكتر، وهنا بيعملوا التوازنات. فدوت الرد على سؤال حضرتك، يعني انه فيما يخص الشأن الخارجي احنا ما عندناش جنود امريكان برا دلوقتي. وما عندنا وموضوع اوكرانيا ادى لارتفاع الاسعار. لكن الحقيقه ما تقدرش تقول انه هو العنصر الاساسي في اختيار النائب الامريكي الناخب الامريكي. ايه العنصر الاساسي؟ الضرايب، الإيقاد، البيئة. يعني في ناس مع المحافظة على البيئة جدا. واحنا عارفين ان ترامب ضد كل الاتفاقيات، ده خرج كمان من اتفاقية باريس كان بتاعت اللي تخص البيئة. فمثلا واحد مع فكرة ان ترمين المستدامة وخطورة التغير المناخي مش متوقع ترامب كان كارثة على موضوع البيئة ده، وكانش اصلا معترف بحاجة اسمها التغير المناخي. فدي من القضايا، الضرايب، الحمائية، الإيقاد. بس عشان الناس تفهم، هل القضية دي مؤثرة بشكل كبير؟ لأنه برضو في نسبة من الأمريكان متدينين، ودول هتلاقيهم بيصوتوا للجمهوريين. في قضية المثلية وقضية الإجهاض، هتلاقي أنه هيصوتوا للجمهوريين. وأنا كان ليا صديق يعني من أصول باكستانية كان بيقولي أنه كثير من المسلمين يصوتون للجمهوريين، مش عشان هم بقولوا دول ضد الهجرة وكده، خصوصا انه كان في الوقت ده ترامب قال لي ايوه بس احنا عندنا قضية المثلية وقضية الإجهاض بيبقوا فيصليين في ننتخب مين. فهو هياخد رغم من اصول اسلامية رغم انه ضد الهجرة، وشفنا المرة اللي فاتت كل التحركات اللي عملها لوقف الهجرة، او حتى انه اللي حاصلين على جرين كارد ازاي يتم تحجيم الامر فيما يخصه. فالهجرة، وطبعا الهجرة ما بنتكلمش على بقى زي اوروبا من الدول العربية وكده، بنتكلم على من المكسيك والكلام ده. هو اللي بدأ ده ملف رئيسي في كل كلام ترامب. هو اللي بدأ فكرة بناء الجدار مع المكسيك. ويمية قال لك مش بس هبنيها، ده هبنيها على حسابهم، لان هم اللي بيصدروا الهجرة غير شرعية. ففي الحماية، تصنع برا وتركب في امريكا وتصدر على انه امريكاني، ولا تصنع جوه كل الاجزاء لان ده بيشغل عمالة. هو حاطط الصين في دماغه جدا في القصة دي. بس الحقيقة حتى بايدن كان في تقرير الناشونال سكيورتي الامن القومي بالنسبة لهم الصين هي التهديد. لكن يظل هنا الوضع هيبقى اسوأ مع ترامب. الاقتصاد، الصحة، التعليم،
دي من الحاجات يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي ترامب غالبا هتختلف سياسته فيها عن سياسة بايدن هو العلاقة مع الناتو لان طبعاً هو مع تبعت تشارك الاعباء ومع لكن التعدديه التعامل مع الامم المتحده وغيره دوت مش الوضع بالنسبه لبايدن. لكن ده مش معناه الحقيقه انه الحاجات دي على توب الاجنده بتاعه المواطن الامريكي وعلى اساسها بينزل يتخن. طيب هايل جدا. تسمح لنا نروح فاصل سريع وبعد الفاصل كمان هناخد تليفون من الدكتور وليد فالس المحلل السياسي الامريكي وكان مستشار لترامب في حملته السابقه في المنافسه الاولى. فخلونا نروح لفاصل وكمان هسال حضرتك بعد الفاصل بقى الجيوبوليتكس العالميه سواء وصل ده او وصل ده هل هنشوف تاثير يعني نقدر نقول فارق. والحاجة التانية كمان وضعنا ايه بقى كعرب وحرب غزة اللي مكملة معانا وكان بيخشى كلا الطرفين ان هي تستمر لغاية ما قبل الانتخابات الامريكية ويبدو ان هي مكملة. فكل ده هنسأله بعد الفاصل وكمان نستقبل الدكتور وليد فارس بعد لحظات. أنا بحرككم مرة تانية هنروح لواشنطن ونستقبل كمان الدكتور وليد فارس المحلل السياسي الأمريكي هو المستشار السابق للكونجرس. وأهلا بحضرتك يا فندم نورنا. أهلا بك يا دكتور. أهلا بكم شكرا على الدعوة. شكرا جزيلا على وجودك معنا. يعني الأول يعني برضو عايز أسأل حضرتك يعني وأنت كنت في حملة ترامب قبل كده مستشارا لها صح؟ نعم كنت مستشار العلاقات الخارجيه. ايوه هل ما زلت في بتمارس دورك الاستشاري ولا لا؟ الان انا عمليا يعني اقوم باستشارات ولكن لست مسؤولا في هذه المرحله. سنرى في العام المقبل يعني اذا تكونت الاداره من جديد بكل حادث. نعم طيب برحب بحضرتك مره اخرى ومنطلقي مع حضرتك من ما تعرض له ترامب الرئيس السابق والبعض بيرى انه قد تكون نقطة تحول وتفتح له الطريق للبيت الابيض مؤمنا يعني انجاز التعبير. هل بتتفق في هذه الرؤية؟ اتفق جزئيا ولكن عندنا صورة اوسع من ذلك. ولكن محاولة الاغتيال بالطبع حركت العواطف لدى الشعب الامريكي حتى ولو كان اي مرشح اي مرشح رئاسي يتعرض لذلك كان خصمه الرئيس او مرشحون اخرون هنالك عاطفه شعبيه تذهب بشكل طبيعي اوتوماتيكي الى الضحيه ما يسمى الفيكتم. ولانه يعني شاهد العالم يعني بشكل مباشر هذه القصص والروايات والصور اللي كانوا موجودين واللي كانوا ينظرون الى يعني يتابعون ملايين من البشر وردت فعله المقاومه يعني الحاسمه كل ذلك اعطاه بالتاكيد نقاط قوه بالمقارنه. كي لا ننسى ان غريمه او خصمه يعني هو على صعيد الاداء الذهني والاداء الشخصي دون ندخل بالتفاصيل في وضع صعب جدا. اذا المقارنه بين الصورتين بالطبع تعطي الرئيس السابق ترامب نقاط كثيرة. ولكن هناك شيء أهم سأقوله لكم على قناتكم الكريمة. ما حدث خلال المؤتمر في ميلووكي يعني المؤتمر الجمهوري شيء مهم لم نراه ولم أره أنا حتى عندما خدمت مستشار علاقات خارجية وهو انتقال جزء من الحزب الديمقراطي يعني الجزء اليساري الكلاسيكي وهي اتحادات العمال. اتحادات العمال يعني قاعدة واسعة جدا كانت دائما تصرف الحزب الديمقراطي وقياداته حتى مرحلة أوباما. الذي حصل الآن أن رئيس هذه القيادات الاتحادات حضر وخطب في المؤتمر وقال لقد خذلنا الحزب الديمقراطي ونحن الآن ننتقل لمساندة ترامب. أنا باعتقادي الحادثين حادث محاولة اغتيال وانتقال جزء من القاعدة العمالية إلى الحزب الجمهوري هذا ما لم تحدث عجائب تؤمن بالرئيس طريقه الى البيت الابيض. طيب ايه الملف الاكثر حسما في تقدير حضرتك في طريق الانتخابات الامريكيه هذه المره
على اعتبار انه كنا يعني بنقول وبيقول العالم انه المرة دي الاختيارين كلاهما مر بالنسبة لحالة الاستقطاب الكبيرة في المجتمع الامريكي. فايه اللي يحسم الانتخابات هذه المرة؟ ايه الملف الابرز او ايه القضية الاكثر تأثيرا على مزاج الناخب الامريكي وهيكون ليها الحسم، ام انه هناك تأثيرات كمان ربما تكون اللوبيات اليهودية الصهيونية رجال الأعمال؟ تقديرك إيه؟ أنا بتقديري عزيزي كل ما هو ثانوي ومتداخل ولوبيات من الجهتين، طبعا الفكرة المؤيدة لإسرائيل واللوبي الإيراني القوي بفضل مالك الطاقة النووي الإيراني وكل هذه الأمور، وطبعا لوبيات عربية ولوبيات أوكرانية وإلى ما هنالك الأمور، هذا مدى تأثيره قد عمليا انتهى فعلا. يعني الذي ضرب ضرب والذي استثمر استثمر، الآن ما يهم الرأي العام الأمريكي فوق كل شيء هو الاستقرار. الناس خائفة من عدم الاستقرار، لا يعني أمريكا واقتصادها وقوتها مبنية على أنها دولة لم يشرحها أحد وفيها استقرار واللاجئون يذهبون بمئات الآلاف إليها. إذا فقد الاستقرار تفقد أمريكا يعني ريزون داتر، سبب وجود هذا الاستقرار. من يبين للناخبين انه هو يؤمن هذا الاستقرار وهو يتعرض لكل شيء بسبب الاستقرار قد يعطي قد يحسم الملف الاكبر. ولكن الملف الثاني، الملف الرديف الثاني هو الاقتصاد. الناس تذهب الى محطات الوقود والبنزين وترى الاسعار ترتفع، يعني لا يهمهم حرب اوكرانيا ولا يهمهم يعني الشرق الاوسط كثيرا. اتكلم عن الناس العاديين، الناس العاديين الغلابه كما يقال، هؤلاء يهمهم تحسن الوضع الاقتصادي لانه الوضع الاقتصادي والتضخم هائلين. فانها مساله نظره، يعني ما يعتقد الناخب انه هذه الشخصيه، طبعا شخصيتين قتاليتين، شخصيتان يعني الاعلام مهتم بهما ويعتبرهما الاعلام هذا بالطبع ربما غير مستقرين، ولكن على الامريكيين ان يختاروا احدا من الاثنين، لا مجال لثالث الا اللهم إذا حدثت خلافات عميقة في الحزب الديمقراطي بين جناحين، جناح الرئيس بايدن وجناح معارضته في الحزب الديمقراطي الذي عمليا يقوده الرئيس أوباما، إذا حصلت أزمة كبيرة فإن الطريق معبد لترامب. إذا تم استبدال الرئيس بايدن وهذا ممكن ولكن بقبوله، والعائلة الحاكمة في البيت الأبيض ليست مهتمة كثيرا بهذا الموضوع، لا تريد استبداله، ربما بايدن يريد استبدال نفسه ولكن عائلته ليست متحمسة لهذا الموضوع. إذن أمامنا كثير من التحديات والتقلبات قبل الوصول إلى نوفمبر. نعم، أنا بشكرك دكتور وليد فارس، نورتنا في الخلاصة، شكرا جزيلا، كنت معنا من واشنطن. دكتورة نهى، رفيت لديك تعليق أو شيء في لا يعني احنا اتفقنا في أغلب ما ذكر يعني. طبعا دكتور وليد فارس له باع وهو في على الأرض ونقل لنا الصورة بصورة يعني تؤكد أننا عندنا نفس التحليل، نفس التحليل بالضبط. لكن الجيوبوليتكس العالميه بقى، واحنا في مرحله تغير على مستويات كثيره، احنا ممكن نقول هل هيفرق الرئيس القادم في التوجه؟ ترامب نتفق او نختلف معاه هو رئيس غير نمطي وحلوله ستاتي غير نمطيه. يعني ممكن نلاقي انه بمنتهى البساطه بيحل القصه بتاعت اوكرانيا بجلسه بينه وبين بوتين. ايه اللي هيحصل في الجلسه دي؟ ما حجم التنازلات؟ هل سيتم التضحيه برئيس اوكرانيا من اجل ان يعم السلام؟ من سيقوم باعاده بناء اوكرانيا؟ وهنا الحقيقه في تخوف من قبل الاوروبيين ان هم عارفين انه لو ترامب جه هيقول لهم مشاركه الاعباء. فهنا دي هتكون نقطه مهمه. هل الوضع لو جينا للشرق الاوسط وغزه، نحن نعلم هو سياساته. قبل ما نتنقل لغزه عايز اتكلم على دول الخليج. هو يعني لديه خطه محدده لكيفيه تحقيق اكبر استفاده ماديه من دول الخليج عن طريق استثمارات، عن طريق غيره، وشفنا هو عمل ده ازاي المره فاتت. سيستمر نيجي بقى لغزه، والله برضو زي اوكرانيا هو يستطيع دون ان يخسر اللوبي الصهيوني
ودون ان يخسر مسانده اليهود ان 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 يجد حل. مفيش فرق كبير بينهم، هو اللي نقل السفاره للقدس برضه يعني. لا لا انا دايما ما نعولش عليه. لكن هو ممكن انه يكون عايز ينهي الموضوع دوت عشان يحصل مثلا التطبيع بين السعوديه واسرائيل، لانه الشيء اللي واقف في وجه التطبيع بين السعوديه واسرائيل وكان اوريدي هيتم التوقيع هو حين حدثت غزه. فممكن ان هو يجي بحل مختلف، لكن حله هيكون حل احادي يعني. مش هيجي بحل عن طريق الامم المتحده بس. لا يؤمن بالمنظمات الحكوميه هو بيسموهم يعني الجمهوريين العاديين اللي حتى مش متشددين زي ترامب بيسموهم مالتي لاترال الاكارت يعني يستعملوا لما يعوز، لكن هو عايز الاوبن بوفيه على طول، عايز قراره هو بتاعه. حلو التعبير ده. لكن لكن يعني هو لا هو مالوش على نيتو ولا الامم المتحده ولا بتاع يعني. انا سياستي انا اللي اضع شروطها وانا اللي اشوف مصلحتي. انه رغم ان هو تكلم عن تقاسم الاعباء واهميه ان اوروبا تدفع النصيب بتاعها او الشيء بتاعها في نيتو، لكن ده ما منعوش من ان هو الحقيقه في الوقت بتاعه برضو ده مش ناس كتير تعرفه دعم النيتو باسلحه متطوره جدا. لكن هو لن يقبل ان يقوم بذلك وتدفع امريكا الفاتوره. هو مره سالت واحده برضو صديقه امريكيه قلت لها انتوا بتنتخبوا ترامب ليه؟ كان قبليها ترامب لسه في المرحلة الأولى في الانتخابات السابقة، وكان كل اللي بيقوله مناهض لفكرة الأمريكا الجميلة، الحلم، حقوق الإنسان، المرأة. قالت لي إن إحنا تعبنا من الشعارات، إحنا عايزين واحد ينجز، مش عايزين واحد يتكلم، احنا عايزين واحد ينجز. فهو هو ده اللي هيعمله ترامب، انه في تصوري هينجز، هيكون ممكن يكون الثمن رهيب، لكن يمكن يؤدي الى حلول غير متوقعة. على اي حال انا بشكر حضرتك طبعا، يعني سعدت جدا بتحليلات حضرتك وبوجودك معانا، بنشكرك انك شرفتينا ونورتينا في الخلاصه. وطبعا الحديث عن الانتخابات الامريكيه يطول ولسه في يعني فصول قادمه، لكن بنشكرك طبعا نورتينا دكتور نهى ابو بكر، استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الامريكيه وعضو الهيئه الاستشاريه بالمركز المصري للفكر والدراسات. نورتينا وبنشكرك، شكرا جزيلا. سعيد اني كنت مع حضرتك ومع المشاهدين. نورتينا. ختام حلقتنا من الخلاصه، يعني ادينا لكم قراءه حتى الان، لكن الشهور القادمه ربما تكون فيها كتير من التحولات الدراميه الاخرى. وفي النهايه كلنا نتابع الانتخابات الامريكيه، لانه بالتاكيد تاثيرها ليس فقط في الداخل الأمريكي ولكن يطال العالم كله، ونحن جزء من هذا العالم بقضايانا ومشاكلنا وحروبنا التي لا تنتهي. بشكر حضراتكم وبكرة حلقة جديدة من الخلاصة.